عيش وثارة كأس الجزائر مع موبيليس. أبو يدورع عدوى الغمتمة نسال ميرزام بابالغ أبو سفيان الداوي سويام زوار سواز ليبها 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 بالغ أبو سفيان دي خدع عساس مقراني محمد صديقي ويد إسوي سوازال إيب هانس فرح بدن يخسن تربعتني مكرس بالوزداد يوم دقيقية يغرس أزال إيب هانس ماشي لنا دقيقية فايد 28 بالغ أبو سفيان دياوي إسوي بعد أرزام وسيرمان سيدي ميرار يرزمن أو تشورتش تايني يستغلي سوازال يزمن دي ود تيتي يود إسوي بعد أرزام سيميرا شتال محمد جمال الدين شتايني بالغ دي دقيقية فايد 28 لنا هذا الرزم تورت نيديسوي الفايدة انت لبعت ستو غبدا انهم لقى قارغ ولدي باين يغلب بالغ غير انته يسد جماو دقيقية يوكي نيسوي امزوار الفايدة انت لبعت السيار بي يمكراس بلوزداد دانا يغليوش املك عطورار دام على ازغوتي ازغوتي مداحي تقطع تشورت اميورار دربعت يمكراس بلوزداد دالا عادل جرار عادل جرار دي سيو دغل بشو بشو فوق نوت العساس ديسوي ديسوي فايت سني فايت تربعت يمكراس بلوزداد إلا يتنو مع تستغل لما شي يلزم الحال سبشو أديرني إيسوي فايت سني فايت 14 دي دقيقية فايت 53 سني دي سوي غلاش الفايت 14 نيم كراس بلوزداد بشو إلا أدي ضمن بعد تشورت أيب هان سعاد الجرار داني سات جابو أدي ساو تشورتي بشو وفوق نعساس سولي توكس وزال إنزمن مانا تسترز دي تما نعساس أيب هان شتاني تشورت داني توكس وزال إنزمن سوم توتنسن شدال جمال الدين غل عاد الجرار غل بشو الى اسطاود سوازال ايبان هذه الجمال اللي خادع اعساس شتايني اللي نيميورار يعني المهام الهجوميه سيميورار تربعت الدفاع تجنانت تربعت ديس كاس 2000 2001 شتايني مكراس بلوزداد ضمن اللي يغلوس بي ادسن ديوم زوار نتقبوش ديوم لاقي تسجى ماشي يلزم الحال نشكرك ام دوتشال تربعت المتنقله الحافله المتنقله نقسنطينا في تبجنانسن حمداتسي اما نشيلا اذن دي الصوت فاتح ارحامنا الا كان غاتشكر يغلب ساون خدام ديو نوملاكا يغرس الزال الفرح حتى مقران تي ميدان يخسن تربعت يمكن نسن بلوزداد ساون ولا يدون تطفي سني دي سوي غلاش وسين دقيقية فايت 28 سبالغ ابو سفيان الى نسات نغ لمار اسوي فايت سني وست دقيقية فايت 53 سبشو يوسف شاودي سوي بالغ ابو سفيان ستاماتي ضد يوسف بشو سيسوي فايت سندي وبدان وحلش فايت دقيقة فايت 53 الجود تربعة ندي ربيت نجمة تدول ديون ملاقا ثاني لي ملاقي تخلاف أو نينيغ أو نشغدي الخير إن هنا إن شاء الله عيشوا وثارة كأس الجزائر مع موبيليس.